السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد 11 من شهر الرابع أبريل، وأنا أمام مسجد آمدة، أحد المساجد الكبيرة في ولايتنا. وطبعاً اليوم عندنا أخذ اللقاحات، وكما ترون خلفي البارك ممتلئ بالكامل بالسيارات، وناس جت من قبل هذا الوقت، وصار يعني ساعات إن شاء الله يستمر الموضوع. يعني كما أسلفنا أخواني، إحنا الآن ننتظر الدور الخاص فينا على أخذ اللقاح إن شاء الله. وتشوفون الحمد لله يعني الناس تجي بكثرة وتأخذ لقاحات، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعني يجعل الشفاء للبشرية جمعاء، وأن ينقذنا وينقذ البشرية جمعاء من هذا الوباء العالمي، والذي لم يستثني يعني دولة ما أو أحد ما. نسأل الله السلامة والعافية يعني، والقطورة قائمة، لكن أخواني الأخذ بالأسباب أفضل. فأنا أنصح أن تأخذون اللقاح أخواني، وهذا اللي يعني أنا نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نستعد الآن للقاح إن شاء الله. Any question? Yes, sure. Okay, just relax here. Just relax. Yeah, still. Yeah, okay. How's that? Thank you, brother. Alhamdulillah, very good. Jazakallah khair. Thank you. Alhamdulillah, hadi akhadna al-liqah. Was that? No. I need to ask him. الحمد لله اليوم أخذنا اللقاح وهذا